السلام عليكم شباب، اليوم حنديروا جولة بسيطة مع بعض في أحد أفخم المؤسسات التعليمية الأثرية الموجودة في الخمس. جولتنا حتكون في ثانوية إبراهيم الرفاعي. لو مشيت للخمس وسألت عن المعالم التاريخية الحديثة فبيكون أولها مدرسة إبراهيم محمود الرفاعي، مكان على شط الخمس في موقع استراتيجي. الثانوية فصولها وشكلها وساحتها تثبت أن وراء التحفة هذه مهندس مبدع يعتبر المبنى تحفة في التاريخ المعماري الخالي من التعقيدات الهندسية الحديثة. يرجع تاريخ إنشاء الثانوية بالخمس إلى سنة 1960، وكانت تضم طلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي. وعلى رأس إدارة هذه المدرسة الأستاذ الفاضل عبد السلام انديشة كأول مدير لها. وبعد الأستاذ عبد السلام انتقلت الإدارة بالترتيب من محمد القطوس إلى الأستاذ مصطفى الفاضلي إلى الأستاذ محمد الزعلوق إلى الأستاذ حسين بن إسماعيل إلى الأستاذ عثمان الميمن إلى الأستاذ محمد بن حامد إلى الأستاذ عبد السلام الجيلاني ثم إلى أستاذ جلال غيث وهو المدير الحالي للثانوية. وتضم الثانوية نخبة من المدرسين العرب، مصريين وفلسطينيين وسودانيين وسوريين وتونسيين، إضافة إلى جنسيات أجنبية من فرنسا وبريطانيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحن اليوم في ختام الفصل الدراسي الأول داخل المؤسسة العريقة وهي مدرسة إبراهيم الرفاعي. نتمنى التوفيق لجميع طلابنا. حقيقة الأمر نتشرف أن أكون أحد أعمدة هذه المدرسة العريقة، العريقة بعلمها ومخرجاتها داخل هذه المدينة. والشكر والتقدير لكل العاملين لهذه المؤسسة التعليمية. أما عن معاملها فهي متكاملة، حيث يوجد بها معملين متكاملين لأجهزة الحاسوب ومعمل متكامل للفيزياء. والكيمياء. والأحياء. وفيها مكتبة مع مجموعة هائلة من الكتب الأدب والعلم والمعرفة. وبها مسرح كأحسن ما تكون عليه المسارح في العالم. وهذه كانت جولة اليوم، إن شاء الله عجبكم الفيديو. أعطونا رأيكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. هنتلاقوا في فيديو جديد وجولة جديدة في أمان الله.